سياسيا كشف الأمين والعام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح أن تعديل الدستور سيكون في الأيام القليلة القادمة، وأضاف أن الحزب يأمل أن يكون حسب ما وعد به الرئيس بوتفليقة. فلنتابع. أقول إن المراجعة الدستورية التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية وحسب المؤشرات المتوفرة وحسب المؤشرات، وأقول المؤشرات ولا أقول المعلومات، وحسب المؤشرات المتوفرة فإنها في القادم من الأيام ستعرف، وإننا في التجمع الوطني الديمقراطي لنأمل لها أن تكون حسب ما وعد به السيد الرئيس رئيس الجمهورية في رسالته أمام رؤساء المجالس الدستورية الأفارقة بأن الدستور القادم سيكون دستور الشعب، سيكون دستور الشعب بمختلف أطيافه وأجياله، دستور يأتي استجابة لطموح أمة وشعب. وأكد بن صالح خلال اجتماعه بالمنتخبين المحليين لولاية الوسط بولاية المدية، أكد أن الأرندي يدعم مشروع المراجعة الدستورية، مشيرا أن الحزب يرجح تمرير الوثيقة عبر البرلمان. المزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. فإننا نقول أيضا أننا سندعمه وكيفما كانت الطريقة التي سيعرض بها، إن استفتاء أو من خلال الدستور، طريقة وضمن الأطر القانونية المكرسة، وإن كنا كحزب نرجح تمرير الوثيقة عبر البرلمان. ما لم يكن مساس لقاعدة التوازنات الكبرى، ما لم يكن هنالك مساس لقاعدة التوترات توازنات الكبرى للسلطات.